أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهما من الشرك الأكبر، وهما من الشرك الأكبر. فمن استغاث بغير الله أو دعاه وقع في الشرك الأكبر. وتقدم أن الاستغاثة هي طلب الغوث في الشدة، وتقدم أن الاستغاثة هي طلب الغوث في الشدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: ولا تدع من دون الله، فهذا نهي، والنهي للتحريم، والمنهي عنه هو إيقاع عبادة، هي لله، إيقاع عبادة هي لله بجعلها لغيره، فمن جعل عبادة الله لغيره وقع في الشرك، ومن جملة ذلك دعاء غير الله، والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن أعظم الظلم هو الشرك، فمن دعا غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واعبدوه، فهو أمر بالعبادة، ويندرج في ذلك دعاؤه والاستغاثة به، فإذا دعا غيره أو استغاث به وقع في الشرك الأكبر، والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل منه، فهو أشد الناس ضلالا. وهذا التركيب في القرآن يدل على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه، فمثلا قوله تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل، فهو أشد الناس ضلالا. وقوله: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، فهو أشد الناس ظلما. فمن أضل
الضلال الشرك بالله عز وجل بدعوة غيره، فمن أضل الضلال الشرك بالله عز وجل بدعوة غيره والاستغاثة به كما في الآية المذكورة. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مع قوله أإله مع الله، فبين أن الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاءه من جعل إله معه، فبين أن الاستغاثة بغير الله ودعاءه من جعل إله معه، وهذا شرك أكبر. والدليل الخامس حديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كان المستغاث به خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل وهذا حصر للاستغاثة في الله وحده وأنه هو الذي يستغاث به، فإذا جعلت الاستغاثة لغيره وقع العبد في الشرك. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أفاده وقع تأدبا منه مع الله سبحانه وتعالى، فإنه استغيث به على شيء مقدور له وهو دفع شر ذلك المنافق، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرقيهم إلى الحال الأكمل بأن تقبل قلوبهم على الله عز وجل فتستغيث به في دفع شر هذا المنافق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، فهي دعاء يكون عند حصول الشدة فإذا استغاث العبد بالله فقد دعاه لكن لما كانت تختص بالشدة خصت باسم الاستغاثة نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله تعالى كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة السبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. قوله رحمه الله الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي إنكار من دعي من دون الله لعبادتهم، أي إنكار من دعي من دون الله لعبادتهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل وكانوا بعبادتهم كافرين، أي منكرين لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.